هلا وغلا، كلنا متحمسين للعبة كراش 4 من بعد ما شفنا الإعلان الرسمي لها، وعشان كذا جبنا لكم اليوم توب 10 أفضل ألعاب كراش في التاريخ. ولا تنسون قبل ما نبدأ حطوا لايك واشتركوا في القناة. معكم فادي الشيحة وخلونا نبدأ. في المركز العاشر معنا لعبة كراش تاج تيم ريسينج. الجزء هذا صدر على بلايستيشن 2 وكان نسخة من لعبة ماريو كارت دبل داش من جولي شيك. التحكم سيء وتصميم مضامير ممل ونظام التعاون الجديد ما قدروا يضبطونه من ماريو كارت. كانت لعبة مخيبة للأمان. في المركز التاسع عندنا لعبة كراش مايند أوفر ميوتنت. تعتبر الجزء السابق من ناحية القصة للعبة كراش أوف ذا تايتنز، ومشكلتها أنها كانت تحاول نخلي لعبة كراش في عالم مفتوح، وهذا الشيء خلاها تفشل، والتحكم كان سيء وما في شيء في اللعبة يحمس. وأصلاً اللعبة اللي هي أصلاً مبنية عليها اللي هي كراش أوف ذا تايتنز ما كانت ناجحة، وعشان كذا ما نجحت هي بعد. في المركز الثامن عندنا لعبة كراش بانديكوت ذا راث أوف كورتكس، أو في اليابان كان اسمها كراش 4. اللعبة كانت نقلت كراش إلى الجيل بلايستيشن 2 وكانت تحاول أنها تكون مثل ثلاثية كراش الأولى، لكنها ما نجحت لأسباب كثيرة، أهمها المشاكل التقنية اللي كانت داخل اللعبة وتصميم مراحل مكررة، مع أنها كان فيها أفكار مراحل ممتازة مثل الكرة اللي كراش داخلها ولازم تحركها عشان توصل للهدف. اللعبة كانت ممتعة بس ما قدرت تحقق نجاح كبير ولا تقييم عالي مثل ثلاثية كراش. في المركز السابع عندنا لعبة كراش أوف ذا تايتنز. هذه كانت رجعة كراش بعد انقطاع دام سنوات، أول دخلة له في جيل Xbox 360 والبلاي ستيشن 3. اللعبة رسومها كانت ممتازة وقتها وغيروا أسلوب اللعبة بحيث خلوها أن كراش يتحكم في العمالقة وحطوا تاتو على جسمه، لكن مشكلة اللعبة أن بعد ثلاث مراحل تصير فيها تكرار ممل وما في أي تنويع في أسلوب اللعب أو حتى قصتها سيئة، وتصميم المراحل بعد أيضا سيء. يمكن أفضل شيء فيها كان الموسيقى، غير كذا اللعبة فشلت تجاريا مع أن تقييمها ما كان سيء. في المركز السادس عندنا لعبة كراش باش. هذه اللعبة كانت تجربة انهم يخلون كراش لعبة جماعية بعد النجاح اللي لاقته سلسلة ماريو بارتي وقتها، وتم تقديم شخصيات جديدة في عالم كراش، وانا عارف ان كلكم يتمنى يشوف ريميك لها ومستغربين ليش حطيناها في المركز السادس. انا بقول لكم اللعبة ممتعة خصوصا لو عندك اربع من اصحابك، بس مشكلتها التنويع لان ما فيها غير 10 العاب تقريبا وتتكرر بينهم يرفعون معدل الصعوبة فيها، وهذا الشيء اللي خلى اللعبة ما تنجح تجاريا، وايضا تحس بالملل لو كنت تختم طور القصة لحالك عكس ألعاب ماريو بارتي كان فيها أكثر من 80 لعبة مميزة ومختلفة عن بعض. يعني لو فعلا راح يسوون ريميك لكراش باش المفروض يزودون ألعاب فيها أكثر وأيضا يحطون طور أونلاين ويمكن بعدها تصير ممتعة. في المركز الخامس عندنا لعبة كراش نايتو كارت. هذه تعتبر ثاني لعبة في سلسلة كراش السيارات، كانت ممتازة فيها تنويع جميل وتحكم ممتاز وشخصيات جديدة ومضامير كبيرة ومتنوعة ورسوم ممتازة وقتها، ما في شيء ثاني نقدر نضيفه عنها غير أنها نقول أنها كانت لعبة ممتازة. في المركز الرابع عندنا لعبة كراش توين سانيتي. اللعبة هذه محببة لكثير من اللاعبين وكانت فيها فكرة جديدة بأنه لازم كراش وعدوه لدود كورتكس يتعاونون عشان يقدرون يفوزون على العدو الجديد، وكانت في عالم مفتوح وممتع وتنوع مع أسرار كثيرة وأيضا حركات ثنائية بين كراش وكورتكس تضحك. هذا الجزء اللي فعلا نتمنى أن يكون له ريميك. في المركز الثالث عندنا لعبة كراش بانتيكوت الأولى. هي اللعبة اللي بدأت كل شيء وهي تعتبر من أوائل ألعاب بلاتفورم الثلاثي الأبعاد، فيها مراحل متنوعة ممتازة وموسيقى لا تنسى، لكن كان فيها مشكلة في التحكم كان صعب وغريب خصوصا أبعاد اللعبة من ناحية الكاميرا، ولكنها تعتبر جوهرة من جواهر بلايستيشن كلاسيكي. في المركز الثاني عندنا لعبة كراش تيم ريسينج أو CTR. هذه اللعبة هي اللي قدرت أنها تتصدى رأس برأس مع عملاقة نينتندو ماريو كارت، مع أنها كانت الفكرة مقتبسة من ماريو كارت إلا أنها قدرت أنها تضيف لمسات كراش فيها مثل طور القصة ممتع وأيضا المفاتيح الوقتية اللي تخلي تتحمس اللعبة أنك تنهي فيها كل شيء، وأيضا أضافوا وضع تيربو اللي بعدين ماريو كارت أخذت الفكرة منهم. والآن جينا للمركز الأول. هنا حاولنا قدر ما نقدر أن نختار واحدة من اللعبتين، لكن في النهاية حسينا أنهم مكملين لبعض وتحسهم جزء واحد عملاق، عشان كذا المركز الأول عطيناه للعبة كراش بانديكوت 2 كورتيك ستراكس باك، وأيضا لعبة كراش بانديكوت 3 واربت. لعبة كراش 2 رفعت سقف كراش الأولى وأضافت العالم لاختيار المراحل أو الهب، وأيضا شخصية جديدة وهي أخت كراش كوكو، وأيضا مراحل كثيرة متنوعة وحيوانات جديدة تركبها. يعني كانت ولا زالت الكثير يعتبرها أفضل لعبة كراش في التاريخ. أما كراش 3 كانت مثل كراش 2 بس أضافت خواص جديدة لكراش مثل دوران في الطيران والقفز في الجو، وأيضا أضاف الدباب وأيضا أضاف الطيارات، لكن أهم شيء أضافته واللي صار حاجة أيقونية في كل ألعاب كراش اللي جت بعدها هو مفاتيح الوقت. هذه المفاتيح البرونزية والذهبية والبلاتينية هي اللي خلت الناس يتعلقون في ألعاب كراش
ويتحمسون انهم يجيبون كل شيء فيها. ومع اطلاق ريميك ثلاثية كراش اضافوا المفاتيح الى لعبة كراش الاولى والثانية، وطبعا كلنا تحمسنا وجبنا البلات فيها. اذا هذه كانت اختيار لافضل 10 العاب لكراش، عطونا رايكم فيها، واذا عندكم قائمة خاصة فيكم شاركوها معنا في التعليقات. كما كنت فهد الشيحة ومع السلامة.